كنت الأول انطوائية شوية، كنتش بحاول إن أنا أتكلم مع حد كتير. ما دخلت مجال الدراسة كنت يعني مع نفسي كده، بعد كده دخلت مجال الرياضة جرأت أكتر، بقيت أتكلم عادي بقى زي أي حد. بعد كده لما خدت بقى الفتاة الذهبية وإن أنا بطل الجمهورية وبطلة أفريقيا، حسيت إن أنا زي أحسن من أي حد. بقيت كل ما الاقي حد كسر قمه على الفيسبوك بتصل بيها او بتصل بيه وبكلمهم، ولا انزل نادي، طب شوف اقرب مركز شباب، طب انا مستعده اساعدك. بحاول ان انا اخرجهم من النطاق اللي هم فيه. كتير قوي خرجتهم، كتير جدا خرجتهم، وقلت لهم لازم تلعبوا رياضه لان زينا زي اي حد. انا كنت كده زيكم وخرجت للحياه نفسها، بس خرجت متاخر. انتوا اللي عايزاكم تخرجوا بدري. Thank you.